اوكي، اذا راح ننتقل الان الى نادي الاتفاق اللي وقع اتفاقيتين تخصان المسؤوليه الاجتماعيه، الاولى لتطوير اللغه الانجليزيه والثانيه لتنميه المهاره الصناعيه، والفائده تعم على جميع شباب المنطقه وليس منتسبي النادي فقط. وكارتنا الابيض متواجد مع طلال الغامدي اللي يعطيه الف الف عافيه. مساء الخير مشاهدينا الكرام. نادي الاتفاق في المسؤولية الاجتماعية يقدم عمل جميل جدا، لم يقتصر على التواصل مع المجتمع بل زود وطور وعلم ودرس اللاعبين الناشئين والشباب والفريق الأول أيضا من خلال اصنع مهارة. اليوم يوقع شراكات لتثقيف لاعبيه، عملنا هذا التقرير فتابعوه. طبعا أنا فخور أن أكون متواجد في نادي الاتفاق وهو أحد أنديتنا في المنطقة الشرقية، وواجب علينا حقيقة أن نشارك هذا النادي بهذه الإدارة الشابة المسؤولية الاجتماعية. والمسؤولية الاجتماعية حقيقة أراها في هذا الوقت يعني بدأت فعلا تدعم دعم لا محدود، وليس بغريب. يعني أرى اهتمام الهيئة الآن وإنشاء إدارة خاصة في المسؤولية الاجتماعية، يعني هذا دليل على الاهتمام الهيئة العامة للرياضة بهذا الجانب، اهتمام كبير جدا. الأخوان هنا في نادي الاتفاق كانوا حريصين جدا على التواصل معنا يعني خدمة الشباب وأيضا قسم المسؤولية المجتمعية عندنا في المعهد وفي النادي، كانوا حريصين جدا على إتمام هذه المبادرة بين الطرفين اللي تخدم شباب الوطن. مثل ما احنا عارفين الآن كلنا أمام رؤية وطن 2030، الجميع عنده هدف مشترك، الجميع عندهم الرغبة أنهم فعلا يفيدون المجتمع. فهذه الشراكة زي ما ذكرت راح يكون في أيضا برامج مشتركة بين الطرفين، برامج خاصة وبرامج مشيئة الله راح تكون هدفها غير ربحي وهدفها خدمة المجتمع بشكل عام، ونتمنى التوفيق إن شاء الله. أخوان صدى الملاعب نعتقد أنه من أفضل البرامج الرياضية يعني تغطي فعاليات هذه.